السلام عليكم، معكم مريم الحجيوج أغا، خبيرة داء السكري بإنجلترا. اليوم إن شاء الله غادي نكمل معكم سلسلة من النظامات الغذائية الصحية خاصة بمرضى السكري، وذلك لتحدي ضبط نسبة السكر في الدم، تحدي اليوم الثالث إن شاء الله. إذا بدأوا في الأول وكما العادة، هذه هي القواعد النظام الغذائي الصحي اللي كنتبعوها باش نصمو أكل ولا نظام غذائي خاص بمرضى السكري، وكذلك خاص بالناس اللي باغيين يخفضوا من الوزن، لأن إلا خفضوا من الوزن غادي يتفادوا مشاكل صحية إلا كان عندهم السمنة الزائدة ولا مرض السكري، لأن هو مرتفع في الدم واحد المدة طويلة. إذا القواعد النظام الغذائي هي كاع الأكل اللي خصو ضروري ما يكون فيه واحد النسبة من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون الصحية، ده طبعا مع كل وجبة خصها تكون، ولكن بكميات معقولة، لأن هي اللي كتطلع لنا في السكر، هي اللي كتزيد لنا في الوزن. طبيعة الحال باش كنصحو عاوتاني عدم إضافة السكر في الأكل أو الشرب، وكذلك وضع كميات قليلة من الملح في الطعام لأنها كتطلع لنا التونسيون، الشرب الكثير من السوائل خصوصا الماء على طول اليوم إن شاء الله، يعني الشرب كل ما شرب من الماء مزيان كل ما تيتخلص من ديك الزائد ديال السكريات اللي كاين في الجسم. النصيحة اللي هي مهمة بزاف اللي كنأكد عليها، أنهم خصكم تاكلوا في غطار ديالكم منفرد بحال هذا الغطار هكا، هذا هو اللي كنعتمدوا حنايا عليه في إنجلترا. يعني الغطار خصو يتقسم على ثلاثة ديال الطرفة، النص كله خصو يكون فيه الصلاة، والنص الاخر خصو يتقسم ما بين البروتينات وما بين الكربوهيدرات اللي هي النشويات بحال الحبوب بحال البطاطا بحال الرز، اي حاجه ديال الكربوهيدرات كتصوب في الربع فقط. بداو تحدي اليوم الثالث الوجبه الفطور، شنو اللي اخترت لكم؟ شي حاجه اللي هي بسيطه وكل شيء يمكن له ياخذها، الفقير يمكن له ياخذها، الغني هو كذلك، وهي الخبز وزيت البلديه. اذا بالنسبه للسيدات 80 غرام ديال الخبز الكامل او لا الشعير، اي حبوب نتوما بغيتوها، مع طبيعه الحال زيت الزيتون. الا ما كانش عندكم زيت الزيتون وعندكم الفرماج يمكن لكم تعودوا بالفرماج، ولكن من الاحسن زيت الزيتون، غنيه جدا بالدهون اللي هي احاديه غير مشبعه، واللي هي مزيانه بزاف للجسم، وكتساعد على التخلص من الكوليسترول الخايب اللي كاين في الجسم. طبيعه الحال غادي تزيدوا معها كوب من الشاي ولا القهوه بدون سكر من الاختيار ديالكم. بالنسبة للرجال خصهم كمية أكثر، يعني 100 غرام من الخبز الكامل ولا خبز الشعير مع طبيعة الحال زيت الزيتون. إلا ما لقيتو شاي زيت الزيتون غادي يمكن لكم تاخدوه بالفرماج، ولكن أنا كنفضل بطبيعة الحال زيت الزيتون. مع طبيعة الحال كوب من الشاي ولا القهوة بدون سكر بين اختياركم. طبعا بالنسبة للوجبات النهار غادي نبداو قبل ما نغدا واحد ساعة ولا ساعة ونص ضروري من فاكهة باش تعطيكم الفيتامينات اللي كتحتاجو وحتى الطاقة اللي كتحتاجو لأن فيها كربوهيدرات. بالنسبة لوجبة الفطور إلا كان ما قليتوش بزاف ديال الكربوهيدرات بطبيعة الحال غادي تحسو بشوية ديال الضعف، ملي كيوصل لك 11 ديال النهار ولا هذا كتحسو يا إما بهبوط ديال السكري مثلا. المهم الإنسان كيفقد طاقة، ولهذا كنصحو باش تعوضوها بهاد الفاكهة اللي هي كتخصكم تاخدوها قبل الأكل. وجبة الغداء اللي اخترت لكم وهي كاينة في جميع الأسواق دابا، الفول واللي هو زوين بزاف وصحي، وطبيعة الحال السردين تا هو أكلة رخيصة وكاينة موجودة في الأسواق، جيدة جدا للصحة. غادي تاخدو زلافة من الفول مطيب بشرمولة مع السردين طبيعة الحال اللي غادي خصو يكون مشوي ماشي مقلي من الاحسن. غادي ديروه شويه بشرموله شويه ديال الزيت البلديه وديروه في الفران يتشوى. مع طبيعه الحال ما تنساوش تعصروا عليه الليمون قبل ما تاكلوه، علاش؟ لان الليمون فيه فيتامين سي، والفيتامين سي شنو كيدير؟ كيساعد الجسم على امتصاص ديال الحديد اللي كاين في القطنيه وكاين حتى في السردين، هذه ضروري ومؤكد. غادي يمكن لكم تديروا واحد زلافه ديال السلطه بطبيعه الحال من اختياراتكم، وشكلها ديروا فيها شويه ديال البذور ضروري ومؤكد، تحاولوا تدخلوها في النظام الغذائي ديالكم. البذور اللي زوينه بزاف هي الحبه السوداء والزنجلان، واي حاجه بغيتوها تدخلوها تكون صحيه ديروها ماشي مشكله.
لأنها كلها غنية بالمعادن وبالفوائد اللي هي صحية جدا للجسم. بالنسبة للرجال غادي تزيدوا في الكمية بطبيعة الحال، غادي يديروا يا إما زلافة، زلافة ونص حتى جوج زلايف ديال الفول المدمس مع السردين طبيعة الحال مشوي، والكمية ديال السردين كتختلف على حسب الاستطاعة والإنسان. أنا اقترحت عليكم هنا 3 سردينات، يمكن لكم ديروا 4. بالنسبة للسيدات 2 سردينات كافيين باش يعطيوهم البروتينات اللي محتاجينها. بالنسبة للرجال 3 سردينات حتى 4. دابا التحدي ديال وجبة العشاء، اخترت لكم واحد الأكلة اللي هي جيدة جدا وخفيفة ومزيانة للعشاء، وهي الحريرة طبيعة الحال مغربية، حريرة ديال الرجيم. كخصكم تدوروها بطحين اللي هو كومبلي، ويمكن لكم تعوضوا الدقيق ديال القمح بالتشيشة، كتجي زوينة بزاف. وإلا كتعجبكم الشعرية غادي تختاروا اللي من القمح الصلب يعني كومبلي. وطبيعة الحال في العشية يمكن لكم تزيدوا في الليل قبل ما تنعسوا مثلا نص ساعة ولا 45 دقيقة، غادي تاخدوا مثلا كاس الحليب ولا دانون باش تاخدوا الكالسيوم اليومي، الحصة ديالكم من الكالسيوم اليومي. بالنسبة للأغذية الموجودة في بعض المنتوجات الغذائية اللي كتاكلوا، اخترت لكم اليوم تفاح واخترت لكم حب الملوك. هذا واحد الفروي اللي هو جيد جدا لمرضى السكري، لأن ما فيش الكربوهيدرات بزاف والسعرات الحرارية طبيعة الحال ناقصة. اذا الا حسبتوا هنايا شحال ديال الحبات ديال حب الملوك، غتلقاو 10 ديال الحبات، وهي دي الحصه اليوميه ديالكم من فواكه. هاد 10 ديال الحبات ولا 100 غرام ديال حب الملوك فيها 12 غرام ديال الكربوهيدرات، يعني نسبه قليله بزاف، يعني ما يعادل 48 سعرات حراريه. بروتين طبيعه الحال فيها غرام، والالياف فيها غرام كذلك. بالنسبه للتفاح، تفاحة صغيرة ديال 85 غرام فيها 9 غرام ديال الكربوهيدرات، يعني واحد النسبة لينا هي قليلة بزاف. كانت الفاكهة مثلا أكبر من هذه من 85 غرام، كاينة ديال 130 غرام، التفاحة لينا هي موين فيها 13 غرام ولا 12 غرام ديال الكربوهيدرات، وفيها 56 ديال السعرات الحرارية. بالنسبة لتفاحة كبيرة يعني ديك التفاح الاحمر اللي كاين كبير، ندير 170 غرام في التفاحه، هذه فيها نسبه كبيره ديال الكربوهيدرات، كيكون فيها 17 غرام تقريبا، وبما يعادل 73 سعرات حراريه. وبالنسبه للالياف طبيعه الحال فيها 2 غرام ديال الالياف، فيها من غرام حتى 2 غرام ديال الالياف، وهما اللي كنحتاجو بزاف للجهاز الهضمي ولتعديل نسبه السكري في الدم. اذا الى اللقاء في تحدي اليوم الرابع ان شاء الله. اتمنى ان اكون قد افدتكم بهذا النظام الغذائي ديال اليوم. شكرا على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله.